بعث رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي برقية تهنئة لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك. وأعرب مدبولي في برقيته عن أصدق التمنيات لفضيلة شيخ الأزهر بهذه المناسبة المباركة، سائلا المولى عز وجل أن يعيدها عليه بموفور الصحة ودوام التوفيق، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات، وأن يتحقق لشعب مصر العظيم كل ما يصبو إليه من تقدم ورفعة وازدهار.